يعني اكثر حتى من 7 سنوات وهو يصورني دائما، وكل مره نطلع بلوك جديد، وكل مره اللوك يعني لازم يسوي شيء ضجه كذي، يعني ما في لوك يمر مرور الكرام. لا والله دائما اكشن من اول ما هي الاستديو، والوضع في اكشنات 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 ويا بلي فوق السطح، رحنا صورنا فوق السطح، بقينا نطيح من فوق لتحت، علقوني والرياضة خلوني أراكض يوم ويكند قدام الناس في الشمس، وبعد شنو وايد والله وايد ايه، والفانزات يسلمون وإحنا نصور، ومرة بالخيل الخيل وقف، الخيل وقف طلع مال زينة مو مال شو اسمه، ركبوني على خيل مو شو اسمه مو مال هذه. طبعا يمثلني انا، ابشر روحي لما اكبر